كوكيز الشوكليت شيبس، عندي كوبايه ونص من الدقيق، معلقه بيكنج باودر، رشه ملح، نص كوبايه من الزبده ودرجه حراره الغرفه، نص كوبايه سكر بني، 6 معالق سكر ابيض، بيضه، معلقه فانيليا، ربع 2 وربع كوبايه من الشوكليت شيبس او شوكولاته، وانتوا اعملوها بالسكينه كده قطعه صغيره اذا حبيتوا. للتقديم عندي صوص شوكولاته. هنعمل ايه؟ على الدقيق هنحط البيكنج باودر ورشه الملح، وفي البوله هنحط الزبده ومعاها السكر البني ومعاهم السكر الابيض، ومع البيض هنحط الفانيليا. هنعمل ايه؟ هنبدا الاول بالسكر والزبده ونعجنهم مع بعض كويس جدا، وبعدين ننزل البيضه مع الفانيليا ونعجن كويس جدا. الكوكيز مش من الحاجات اللي المفروض تتعجن كتير، زيها زي السابلي مثلا. بعدين هنزل الدقيق مع رشه الملح والبيكنج باودر. بعد ما اخلص اقوم واخده الكلام ده كله في كيس ومدخلاه الفريزر او الثلاجه، واسيبه يهدى خالص ويبرد قبل ما ابتدي اشكله وادخله الفرن. والمفروض اني اخبزه وهو ساقع، اي نوع كوكيز. والمفروض كمان مدة السوى ما تزيدش عن من 8 دقايق ل 10 دقايق في فرن حامي. حامي يعني 200 220. اهو بصوا بس كده، هو المفروض كده علشان يطلع بيدوب في البق. لو نشفته عن كده وعجنته عن كده اللي هيحصل انه هيطلع مش زي ما احنا عايزين. طيب نجيب صاج، نحط الاول الشوكليت شيبس هنا وندخلهم جوه المقدار، واجيب صاج عليه ورق زبده او سيليكون باد للناس اللي عندها سيليكون، ادخل الشوكليت شيبس جوه العجينه بتاعتي اهو، وبعدين ابتدي اخد قطع من البسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. خليه تخين شويه، ده كوكيز المفروض يبقى سميك شويه، ما يبقاش رفيع قوي. واخلط كده اهو، شوفوا اهو انا ما ريحتوش ولا اي حاجه اهو، واحطه هنا واخد واحده كمان. كله بقى نفس الحجم ونفس السمك عشان يستوي مع بعضه. 10 دقايق، من 8 ل 10 دقايق، بس الحجم ده ياخد 10 دقايق. درجه حراره 200 220، فرن سخن مولع قبل ما ادخله، محقق درجه الحراره لمده 10 دقايق ربع ساعه قبل ما ادخل الكوكيز بتاعي. اطلعه دقيقتين ثلاثه، وبعدين اجيب فوطه مطبخ نظيفه ومش مبلوله واقوم مغطياه بيه عشان ما ينشفش. بعد كده لما يبرد تماما اجيب علبه محكمه الغلق او برطمان واحط البسكوت فيه. طيب عايزه اعمل كميه يا اميره واشيلها في الفريزر، مش اي مشكله، ممكن تشيلوها عجينه وممكن تشيلوها مستويه، الاثنين هينفعوا براحتكم خالص. يعني تشيلوها عجينه على الخبز ماشي، او تشيلوها كوكيز مخبوز ماشي. هعمل 6 وحدات